مرحبا بكل مشاهدي هذه الحلقة. أحببت أن أتكلم اليوم عن كيف يفكر الإنسان وكيف يتفاعل مع محيطه بشكل الغرائزي إلى المنطقي التفكير المعقد، وكيف يتفاعل الإنسان مع محيطه باستخدام هذا القيض الغريزة والتفكير، وكيف عن طريق هذا التفاعل يقرر أشياء جديدة ويقوم بأفعال جديدة وعلى أساسه يعيش حياته اليومية. أنا مؤمن بنظرية شخصيا، حتى أني رأيت كثير من الناس طريقة تفكيرهم يثبت هذه النظرية. النظرية تقول أن الإنسان يكون صورة العالم الخارجي، هي ليست صورة واحدة، هي موديل، فهو يكون صورة متكاملة معقدة نسبيا لعالمه الخارجي. وطبعا الصورة هذه لا تتكون مرة واحدة، تبدأ هذه الصورة بالتكوين عندما يكون الإنسان طفل. طبعا العالم المحيط يقوم بتغذية هذه الصورة، تغذية هذا الموديل. فإذا أخذنا مثال، مثلا الطفل يسأل من أين يأتي هذا الأكل، معظم الأوقات طبعا الطفل لا يسأل، الوالدان هم الذين يدخلون هذه المعلومات. فمثلا الوالدان يقولان أن هناك إله، وهذا الإله هو الذي خلقنا ويجب أن نطيعه، إذا لم تطيعه سوف تتعاقب إلى غيره. فالطفل يبدأ بتكوين هذا الصورة أو هذا الموديل عندما يكون صغيرا. كلما نكبر أو كلما تزداد معلوماتنا، نحاول أن نغذي هذه الصورة ونغذي هذا الموديل إلى أن نصل إلى مرحلة معينة، وأعتقد ربما تكون مرحلة المراهقة. نحاول أن نتخذ قرار اعتمادا على هذه الصورة التي كوناها، وليس اعتمادا على حقائق مثلا خارجية. سأعطي مثال. عندما كنت أنا متدينا جدا، عندما كنت مراهقا، الصورة التي كانت عندي هي أن الله خلق الكون، لا يوجد سبب بدون مسبب، كل شيء له توازن في الكون، لا يوجد أي شيء يتغير بشكل صدفة أو عبث. هذه الأفكار طبعا بنيت عندما كنت صغيرا. عندما بدأت أقرأ نظرية التطور، طبعا كنت أقرأها من خلال كتب إسلامية، فلم أقرأها بشكل منطقي أو بشكل مجرد علمي، قرأتها بشكل ديني، لكنها حركت في أشياء لم أفهمها. لماذا تطورنا؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ كيف نكون تطورنا بدون خالق، بدون مسبب؟ هل معناها أن القرآن خطأ؟ يعني شيء غير منطقي. الكتب الدينية التي كانت تحكي عن هذا كانت فقط تهاجم. داروين كان يريد أن يهاجم الدين، أراد أن يحطم أفكار الدينية، يعني غيرها من الأسباب الضعيفة. طبعا أنا أعرف أنه هناك كثير من الكتب الدينية التي تشرح نظرية التطور بشكل علمي، مع الأسف لم أقرأ هذه الكتب في ذلك الوقت. عندما قرأت هذه الكتب، الصورة التي كانت في بالي، كنت أحاول أن أقنع ما أقرأه على أساس الصورة التي في داخلي، لم يكن قراءة علمية مجردة. دائما كل ما كنت أقرأه كنت أحاول أن أثبت هذا الموديل أو هذه الصورة في عقلي. كل شيء كنت أستلمه من الخارج فقط كان هدفه أن يغذي هذه الصورة، ليس لكي يغيرها. طبعا هاي كانت مرحلة المراهقة، وعندما يعني لم أكن أفكر، كنت فقط أتلقى، كنت فقط أتعلم. عندما بدأت مرحلة الشك وبدأت أفكر، أتساءل عن كل شيء، بدأ هذا الموديل يتغير داخلي، بدأت الصورة تتغير بشكل كبير. الموديل الذي كان يحاول أن يركز نفسه بكل شيء أقرأه بدأ يتغلغل، الصورة بدأت تتغير. طبعا هذا ليس شيئا سهلا وسريعا، يعني ممكن أن تأخذ سنوات حتى تتحول من فقط متلقي للمعلومات إلى متسائل ومشكك للمعلومات. الموديل موجود في عقل كل إنسان يعيش في هذا العالم. أنا الآن مثلا عندي موديل أو صورة علمية للكون، هذه الصورة تبني فقط أساسات وتغير على أساسات علمية فقط. مثلا الصورة التي في داخلي، عندما كنا نقرأ قبل 30 سنة و40 سنة عن الكون، كنا نقرأ كتب العلمية، كنا نعرف أن الكون هو يتمدد، لأننا نرى كل المجرات التي حولنا تبتعد، لكننا لا نعرف إذا كان الكون يتمدد بتسارع أو يتباطأ أو يتمدد بسرعة ثابتة. هذا الشيء لم يكن معروف، لأن الأجهزة التي كانت لدينا في ذلك الوقت لم تكن معقدة. قبل عدة سنوات أثبت العلماء أن الكون يتمدد بشكل متسارع، فإذا هنا
صار تغيير الصورة في داخلي. وهذا هو أعتقد هذه هي جمالية العلم، لأن العلم ليس فيه مطلق. مهما نكون قد فكرنا بشكل علمي أو أثبتنا نظريات علمية، ليس هناك مطلق. نظرية نيوتن مثلا في الجاذبية أثبتت مئات المرات، لكن عندما جاء أينشتاين ونظرية النسبية أثبت أن هذه النظرية خطأ. طبعا ليست هي خطأ على كل مقياس، هي خطأ في المقياس الكوني الكبير، مقياس المجموعة الشمسية، لكنها صح في المقياس الصغير، مقياس الأرض ومقياس حياتنا اليومية. إذن ليس هناك حقيقة مطلقة في العلم، هناك دائما تجارب وهناك دائما تغييرات، وبناء على هذه التغييرات الصورة التي عندي هي أو الموديل الذي بنيته الآن فقط أتقبل تغيير إذا كان هناك تغيير علمي. هذه الفكرة عندما أجادل أو أتكلم مع أشخاص ليسوا علميين، أشخاص متدينين مثلا، فأنا أتصور الموديل التي في داخلهم، أتصور الصورة التي يضعونها للكون، وأتصور أن كل الكلام الذي أتكلمه إما يثبت الصورة التي عندهم، أو إذا كان يناقض أي شيء من هذه الصورة فهو يرفض رفض قاطع. وكثير من الناس، أنا أتصور أن أغلب الناس هم يحاولون أن يثبتوا الصورة التي في داخلهم. أنا الآن واحد من هؤلاء الناس، أنا عندي موديل معين، وهذا الموديل هو الشيء الوحيد الذي أقتنع به الآن، لا يمكن أن يتغير، التصور من الصعب جدا أن يتغير. هذا الشيء مهم جدا عندما نتكلم مع أي شخص آخر، لا أريد فقط أن أتكلم عن المتدين أو الملحد، لكن أي شخص، أحاول دائما أن أعرف ما هو الموديل الذي في داخله، ما هي الصورة التي كونها الحياة، وكيف يقرر ما يفعله اعتمادا على هذه الصورة. عندما نفهم كل إنسان وكل صورة وكل موديل يخلقه، نستطيع أن نفهم تفكير هذا الإنسان، حتى نستطيع أن نتنبأ لماذا سيفعل هذا الإنسان، لأنه كل الشيء الذي يفكر فيه هو دائما داخل هذا الموديل، لا يخرج خارجه. كما أحببت أن أذكره اليوم، سأتكلم في الحلقة القادمة عن بيولوجي. أنا أعشق البيولوجي، أعشق علم الأحياء. أنه ليس اختصاصي، لكن علم الأحياء شيء عظيم، أن نتعلم ما نحن، يعلمنا ما نحن، من أين جئنا، كيف جئنا، لماذا نتصرف بهذه الطريقة، لماذا نفكر بهذه الطريقة، إلى أين نذهب. كثير من الأسئلة التي لم أجد أجوبة جيدة مقنعة، أو الأجوبة التي وجدتها يعني قصص خرافية كلها، كثير من هذه الأسئلة رأيت إجابتها في الأحياء وفي البيولوجي. فإلى لقاء في الحلقة القادمة عندما نتكلم عن الأحياء. شكراً.